تستغني عن الرجل وتتعامل مع المرأة، واللذان قال الرجل الذي يستغني عن المرأة ويتعامل مع الرجل هم قوم لوط. وبين الله سبحانه وتعالى بداية هذا الذي كان عليهما في ذلك الوقت. لكن عندما تطلع القرآن الكريم تجد أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بيعطي للشيء المحرم تقنين، يعطي للشيء المحرم تقنين. يعني الزنا يقول لك والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إلى آخر الآية. السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا. هم لم يوضح موضوع الإيه؟ عمل قوم لوط والأشياء دي ما وضحهاش. لكن إيه؟ هل ما أخفاه الله سبحانه وتعالى معناه إن ملوش حد؟ لا، العلماء فهموا إنه حده أفظع. أفظع ليه؟ لأنه مش مقبول منطقيا ولا عقليا، أمر مش مقبول لا منطقي ولا بالعقل. يقول لك أصل الشهوة شهوة بهيمية. بالله عليك شفت بهيمة أنثى مع بهيمة أنثى؟ شفت بهيم ذكر مع بهيم ذكر؟ يبقى المفروض يقولوا على شهوة إنسانية، المفروض الشتيمة تكون كده إنها شهوة إنسانية، شهوة اللي عندهم عقول، مش كده ولا إيه؟ اللي عندهم عقول هذه هي الإيه؟ هذه هي الخطيئة الكبرى. ولذلك لما طالع القرآن وجد ربنا عمل مع هؤلاء الناس ماذا فعل؟ أمر جبريل يحملهم ويقلب بهم الأرض رأساً على عقب، وبعدين يرمي في قومهم الإيه؟ حجارة من سجيل منضوب، عارفة يريح المين لصاحبها. وذلك رأي أبو حنيفة على هؤلاء الناس أن يطلع بهم في شاهق في جبل بقى في عمارة أي حاجة، يكون محدد حديد، محضر حديد مولع نار وحجارة مولعة نار، يرموه من فوق ويرموا وراء الحاجات دي كمان. هذا عند بعض أهل الفقه. لكن العجيب الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآيتين دول قال إن الله كان توابا رحيما. عجيبة. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آتى من هذه القاذورة شيئا، اللي بيقع في مثل هذه الأفعال الزنا والأعمال، من آتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر يستر الله عليه. يعني فهم الحديث إيه؟ يخليه زي ما هو بيعمل معصية ويبقى في استيرة وخلاص. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لا، اللي يعمل كده يتوب على طول ويرجع لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال توابا، كان توابا، كان ولا زال، كان ولا زال. ليه؟ لأن الله لا يتغير. الأزمنة اللي بتتغير، أنا وإنت بنتغير، الدنيا بتتغير، الناس أفكارهم بتتغير، أنت نفسك بتناقض نفسك بعد كم يوم، كل واحد فينا أنا وإنت وكل الناس بيناقض نفسه بعد كم يوم، أو عمل موقف يقول يا أخي ده موقف تعمله مفروض كنت تصرفت هذا التصرف الصحيح السليم، وهذا التصرف اللي فيه شيء من الرشد ومن الصواب، لماذا فعلت هكذا؟ الإنسان بيتغير. لكن الله كان ولا زال، لأن الله لا يتغير سبحانه وتعالى جل في علاه. قال توابا، عشان نفهم كلمة تواب، بس توابا زي إيه؟ زي أكالا مثلا، له الاثنين، الأكل ده للاثنين. مرة في الأكلة الواحدة هو بيأكل مثلا، في الأكلة الواحدة بيأكل 5 ترغيفة مثلا، 5 ترغيفة خبز، فجيف مرة أكل كام؟ 10. تقول عليه إيه؟ يبقى في المرة الواحدة إيه؟ زاد، مش كده؟ أو يكون بيعمل إيه؟ بدل ما بيأكل 3 مرات بيأكل كم مرة؟ 15 مرات في اليوم. يبقى إما في المرات الواحدة، مرات الواحدة يكون الإنسان مذنب ذنب كبير جدا جدا ويروح لله سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ ربنا يتوب عليه سبحانه وتعالى، يتوب عليه، يتوب عليه، يعني يفتح له باب الإيه؟ التوبة، يفتح له باب التوبة. موضوع القبول أمر آخر هنفسرها الآن. أو كل شوية يقع في ذنب ويرجع لله سبحانه وتعالى، سيجد الله برضو إيه؟ توابا رحيما. ورحيمة العامة يقولوا على الرحمة إيه؟ واحد وقع في غلط يقول له يا عم ارحم نفسك ما توقعش في الغلط، لازم تعرض نفسك للمشاكل. يبقى الرحمة معناها إيه؟ أن تنتهي عن الفعل قبل الوقوع إيه؟
طب ربنا نهانا ازاي عن الوقوع في الفعل قبل نهانا عن الفعل هذا قبل الوقوع فيه ازاي؟ نزل لنا القوانين الإسلامية، القرآن، الشريعة الإسلامية، قوانين. ثم شرع ربنا سبحانه وتعالى يبين موضوع التوبة، قال إنما التوبة على الله. إنما التوبة على الله دي حالة إشكالية ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني إيه تاب عليهم؟ يعني شرع لهم التوبة، شرع لهم. يبقى إنما التوبة على الله يعني إيه؟ يعني شرع لهم الإيه؟ التوبة. وشرع التوبة، شريعة التوبة من أعظم الشرائع، مش حماية للعاصي وحده، إنما حماية للمجتمع. لو إن الإنسان عمل ذنب وروح لشيخه يأسه وقال له إن ربنا مش هيقبل منك التوبة، هيعمل إيه؟ بيقتله. اللي قتل 99، مش كده؟ راح عامل إيه؟ راح مموت 100. ليه؟ أنت بتكفل ليه باب الأمل؟ مفاتيح الجنة والنار مش في إيدك يا عم الشيخ. إنما ربنا سبحانه وتعالى فتح الباب على مصراعيه، اللي بيقول له أنا رجعت بيقول له أنا مستنيك، أنا مستنيك. في بني إسرائيل اللي عبد ربنا 20 سنة وعصى 20 سنة، انحرف 20 سنة، لما وقف قدام المرآة شاف كده بعض الشعرات البيضة كده، فجان في خاطري فكرة كده، يا ربي أنا عبدت، أنا طلع من أسرة محترمة بيعلموني الدين وبيعلموني الصلاة وبعيد عن كل الأفعال الوحشة، بعدين صليت ناس مش كويسين انحرفت 20 سنة، ترى لو أنني عدت أسيقبلني الله سبحانه وتعالى؟ قالوا فسمع مناديا يقول عبدتنا فأحببناك وتركتنا فأمهلناك. مش هو تركناك؟ ربنا ما بيتركش حد. وتركتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك. أبواب ربنا مفتوحة، أبواب ربنا مفتوحة. يبقى شرع لهم الإيه؟ التوبة. إنما التوبة على الله، يعني هو الذي أوجبها على نفسه سبحانه وتعالى. للذين يعملون السوء بجهالة. السوء بجهالة، ما هو فيش حد بيعمل ذنب أبداً إلا هو جاهل العقوبة، بيحصل له شيء من الإيه؟ من الغفلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين ساعة وقت فعله، وقت فعل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ساعة ما بيزني في أعدس في أضعف، يقول الإيمان بيطلع من فوق رأسه كده عامل زي الفارس اللي ركب فرس، فإذا انتهى من هذا الفعل عاد إليه وعليه بقى يتوب هو. ولا يسرق السارق حين، ساعة مد إيده ويسرق، حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الذنب بجهالة ولا مش بجهالة؟ بجهالة، بجهالة. يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من، يعني ايه من قريب دي؟ من قريب دي يعني يعمل الذنب دلوقتي وبعديها بسرعة يتوب؟ لا مش ده المعنى. انت عارف من قريب يعني ايه؟ يعني قبل الغرغرة، قبل ما ايه؟ ما يغرغر. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، قبل ما يغرغر ربنا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ليه؟ لأنه لو جيت في الوقت ده مفيش مصلحة للمجتمع، مفيش مصلحة للمجتمع. إنما لما كان قويا وتاب يبقى في مصلحة للمجتمع. ربنا حمل المجتمع من إيه؟ من آثامه ومن إيه؟ ومن ذنوبه ومن شروره. ثم يتوبون من قريب، قال فأولئك يتوب الله عليهم. يبقى عندنا شرع الله التوبة، وبعدين العبد يتوب، وبعدين موضوع القبول عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. واللي بيذهب إلى الله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا أبدا. في الحديث القدسي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. في الترغيب والترهيب عند المنذر وغير واحد من أصحاب السنن أن امرأة كانت تفعل الموبقات وسقت كلبا فغفر الله لها جميع ذنوبها، كل ذنوبها، بس مرة يعملها مخلص لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال فأولئك يتوب الله عليهم. بس الغرغرة أنا معرفش هتجيلي إمتى، الله أعلم بقى تجيلي وأنا ماشي، تجيلي وأنا بعمل الذنب، الله أعلم. فلازم المسلم يكون على حذر، لأن الأعمار كلنا العامة يقول الأعمار بيد الله، وهي فعلا بيد الله. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدموا، ربما تجيله في وقت المعصية أو في وقت إصراره على المعصية. ويعملون السوء بجهالة، كمان فيها حاجة مهمة جدا،
في فرق بين اللي خطط للذنب وبين اللي بيقع في الذنب عن ايه؟ عن خطأ. يخطط في الذنب يعني ايه؟ مثلا واحد عايز يجي امريكا، فاتصل واحد صاحبه قال له يا فين الاماكن الحلوه دي اللي الواحد بيروح يلعب فيها ويرقص فيها ويشرب فيها ها فين؟ ده بيعمل ايه صاحبنا؟ عمل خطه للايه؟ للمصايب بتاعته، وعايز ينزل على فين؟ مش بيقول فين المساجد اللي هنا، لا لا، فين الاماكن اللي اياها، عمل خطه. انما واحد تاني جه هنا وبدا يشتغل ويعيش حياته، وبعدين كده اترمت عليه بلوى من البلاوي، وفي وقت الغفله كده راح واجع فيه. في فرق بين الاثنين، خد بالك، في فرق كبير جدا. حتى بعد الذنب تجد صاحبنا اللي كان بيخطط ده لما يقعد مع اصحابه يقول له ده انا عملت وخليت وشفت، ها، ويفخر بالايه؟ بالجريمه والمعصيه. بينما الثالث تلاقيه بيهرب نفسه، ها، وبيشد في وش نفسه وبيخبط راسه، انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تقع في هذه المعصيه؟ كيف لك ان تفعل هذا؟ حرام عليك، انت متربي في بيت مسلم. في فرق بين الاثنين. اهو ده السوق بايه؟ بجهاله، غير اللي بيخطط، غير اللي بيخطط. هتيجي الايه الثانيه يعني. قال فاولئك يتوب الله عليهم يقبل منهم سبحانه وتعالى. بس العجيب في الايه دي، مع انه بيتكلم على التوبه، يقول وكان الله عليما حكيما. ازاي يعني حكيم؟ يعني يجي عند بتاع الذنوب يقول تواب رحيم، ويجي عند التوبه يقول عليم حكيم. قال لك عليم بتقنين البشر، لان تقنين البشر متغير، تقنين البشر متغير. يجي لك قانون دلوقتي وبعدين يغيروه، يجي حكومه ثانيه تغيره، حكومه ثالثه تغيره. انما قانون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الانسان ويعرفه ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو اقرب الينا من حبل الوريد، فيعلم طبيعة الإنسان وعلمه به وضع له القانون الدائم حتى لا يقنطه من رحمته، ويظل الباب مفتوح بالنداء الأبدي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ما تخافوش، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عارفين ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم، حكيم طبعا في كل أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، لأنه أراد بهذه الأمة خير، وأراد بالناس خير عندما يرشدهم إلى البعد عن المعصية والعودة إلى حياضه الطاهرة بالتوبة والاستغفار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من التائبين المستغفرين المقبولين، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفروا كثير يا جماعة، استغفروا كل يوم، الله يرضى عليكم.